of Egypt, a bronze medalist here in Paris. الحاجات اللطيفة جدا اللي حصلت في البارالمبياد هو الفيديو اللي انتوا شفتوه دلوقتي بعد فوز نادية فكري بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال، زغرطت ودي يعني كانت طالعة منها بشكل تلقائي جدا وعفوي جدا، تعبيرا عن الفرحة الحقيقية اللي كانت حاسة بيها. أول مرة نشوف حد في البارالمبياد بيزغرط بعد الفوز، لكن نقدر نقول إنه الطابع المصري غلب عليها. صوت الزغروطة يعني ما شاء الله متمكنة جدا في الزغرطة. وكان امبارح الختام، مصر حصدت 8 ميداليات، كان يعني الختام بهذه الزغروطه المصريه الاصيله. وانا عايزه اقول لكم حاجه عن الزغاريط تحديدا. الزغروطه زمان كان من المعتقدات يعني انه الزغرطه دي بتكسر الطاقه السلبيه وبتجيب طاقه ايجابيه. الانسان اللي بيبقى حاسس انه محسود لما بيزغرط، والاداء الحركي للزغروطه، اللسان لما بيتحرك يمين وشمال كده مع اصدار الصوت، انه ده بيكسر الحسد وبيولد طاقه ايجابيه عند الانسان في بعض الدول. وصوت الزغروطه حلو قوي 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 يعني. في بعض الدول زي الهند مثلا، قبائل في الهند زمان زمان كانوا بيستخدموها في الحروب لترهيب العدو، يعني اول ما تدخل معركه تزغرط فالعدو اتخض فانت تدخل على طول. لكن بعد كده اتغيرت الزغروطه ورجعت للاصل بتاع التعبير عن الفرح. وعندنا امثال شعبيه وموروثات شعبيه مصريه كمان. هي اسمها زغروطه بقى ولا زغروده؟ لا يعني الزغاريد في بعض الدول، زغريد. المغرب بيقولوها الزغاريد، في اختلاف مسمياتها في دول مختلفه، السعوديه بيقولوها حاجه تانية وهكذا. لكن هي نفس الصوت في المهم ونفس الغرض. نفس الصوت بس لا، المصريات متمكنات قوي من الزغرطة. احنا بقولك موجود عندنا في الامثال كمان، يعني الحزن يعلم البكا والفرح يعلم الزغاريد، يعني انت من كتر ما انت تمر باحداث سعيده لو بتعرفيش تزغرطي تتعلمي الزغرطه عشان تعبري عن احساسك بالفرح في مناسبات سعيده. دي مشكلتي انا، محتاجه اتعلم بقى. بتعرفيش تزغرطي؟ هتعلم يمكن بقى الدنيا تظبط.